بسم الله. حل تحدي انونيموس الكاتيجوري ديجيتال فورنسيك الليفل ايز. هنداونلود للتشالنج، هنشوف نوع الفايل بكاب كابشر فايل، استخدم سترينجز، ليس شوف السترينجز بتاع الفايل، في يوزر انونيموس، انونيموس اوكي، سند باسورد، مثلا نبدأ زي يوزر نيم وباسورد، يوزر انونيموس، باس انونيموس، ولوجن سكسسفول. المفروض دي فايلات على السيستم. داتا كونكشن اوريدي اوبن، ترانسفير سترينج ده زي بيز 64 انكود. هنعمل انكو، هنعمل ايكو داش ان بيز 64 داش دي، بيعمل ديبوت للبيز 64 فلاج انونيموس تو ذا اند. وده الفلاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.